واحد بيقول هل جسد السيد المسيح تعرض للمرض؟ لا، بيقولوا ان كان لم يكن هناك سلطان للمرض عليه فكيف شابهنا في كل شيء؟ هو لابد من مستلزمات الكائن البشري انه يمرض؟ لو كان لابد لكل كائن بشر انه يمرض يبقى المسيح هيشبهنا في كل شيء، لكن مش من مستلزمات كل كائن انه يمرض. وفي ناس صحتهم كويسة ومجررهمش حاجة. كما ان المرض احيانا بيكون نتيجة أخطاء في عدم اتباع قواعد الصحة، والسيد المسيح ما كانش عنده أخطاء من هذا النوع. لا، دي مش لازمة للإنسان.